زي ما سمحتوا الصباح انه تم تحرير السوكي وتم تحرير الدندر وتم تحرير المناطق دي وتم دخول مدني. ده اذا ما انتوا الصباح قمتوا من الصباح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرحمه والمغفره لكل شهداء واجل الشفاء لكل جرحى وربنا ينصر قواتنا الشعب المسلحه. عدنا لكم بفيديو جديد مراكز محمد ابو الدهب. كلام جد جميل. اتكلم عن انهيار كامل للجنجبيت وتقدم الجيش في كل الجبهات، مطالبات ووساطات لإخراج جنجويد من توتي وشرق النيل، اشتباكات ثقيلة جدا في شرق النيل، الماهرية والمسيرية ضد النوير في شرق النيل. برضه اتكلم عن فتوحات واستلام مناطق جديدة في السنار وصحراء في دارفور كلها مقفلة. ففيديو جد جميل وكلام سخن كده. راكم نادر فيديو أول حتى بعدك نجي نعقب معكم. أول حاجة عشان الناس تعرف إنه الميليشيا انهارت، ميليشيات الجنجويد انهارت انهار انهيار تام بحمد الله سبحانه وتعالى، وذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى بفضل الله ثم عزيمة الرجال الموجودين على مستوى الأرض. التحية لهم. بداية نبدأ كلامنا بالفتوحات وبالتقدمات الكبيرة جدا جدا بالنسبة للقوات المسلحة على مستوى الخرطوم. أول حاجة الليلة أنا بقدر أقول لكم إنه عمارة زين، برج زين كاكي أخضر، والله والله العظيم الساحل والصحراء كاكي أخضر. ها؟ أسمع الكلام ده كويس. برج زين كاكي أخضر، الساحل والصحراء كاكي أخضر، مجمع الشهيد أساسا قديم، المقرن دي أساسا قديمة، حدائق 6 أبريل والحدائق دي كلها قديمة. الليلة قواتكم المسلحة تقدمت اتجاه قاعة الصداقة، اتجاه القاعة. أسمع الكلام ده كويس، اتجاه القاعة، وسيطرت على الطريق، بمعنى انه الجيش بتاع المهندسين الان على مشارف دخول الموقع اكس، خلوه داخل وين دي الناس بتعرف تماما، سيطرت بطريقه واضحه الى المنطقه بتاعت شنو؟ زحف جيش اخضر لحد المنطقه بتاعت جامعه السودان. ده اسمه السيطره التامه على الخرطوم، والخرطوم في مقبل الايام القادمه دي يا اخواننا امرها محسوم، نحن ما خايفين والله، لانه المنطقه دي يا اخواننا اصبحت شنو؟ منطقه بتاع سيطره القوات المسلحه، خطين، طريق الخلق، طريق الغابه، والطريق الثاني بمعنى انه كوبري الفتيحات، كوبري النيل الابيض كويس، الكوبريين دين تحت سيطره القوات المسلحه في داخل الخرطوم. القوات المسلحه متقدمه الى قاعه الصداقه ولحد الجامعه بتاعت السودان. المنطقه دي كلها منطقه بتاعت القوات المسلحه في عمليه بتاعت تقدم كبير جدا جدا لجغمون. امر توتي محسوم، انا توتي كلمتكم عنها كثير الان بقول لكم توتي محيده. التحيده معناتها هي طالعه برا الخدمه، ما في داخل ما في خارج، ما في داخل ما في خارج، الطلقه اللي بتطلع ما في طريقه ثانيه تدخل لهم. لذلك الميليشيا بتاعت توتي الان انا اقدر اقول الكلام ده، ميليشيا جنجيت على مستوى توتي بتطالب بعمليه بتاعت خروج امن، والله العظيم انا بقول لك بطريقه واضحه، بتطالب بعمليه بتاعت خروج امن. الطريق ده سالك، الطريق سالك الان، قوات المسلحه متقدم وما في اي خيار بوقفنا، والله ما في اي طريقه ثانيه بتتوقف، ما في اي حاجه. تسمعوا الكلام الفارغ البر ده، ما في وقوف يا اخواننا الا النصر. زمان الميليشيا بتاعت الجنجيت بيقول لك احنا جايين الحته الفلانيه دي، انا هسه بقول لكم احنا جايينكم جوا توتي، وجايينكم جوا الخرطوم اثنين والخرطوم ثلاثه، وجايينكم جوا الطائف والمعموره واركويك وكل المناطق دي. ولا ما الكلام ما ده سنه. ومن هنا من حي الجيش بتاع جيش المدرعات الليله، الجيش بتاع المدرعات ده استلم له يا اخواننا مخزن متكامل باسلحته، وعمليه بتاع التقدم اتجاه الرواد، والرواد ده مساله وقت. ده مش فهمكم يا جنجيوت، كنت بتتكلموا في اطار انه نحن جايين المنطقه دي، نحن جايين نكون في مواقع. التعليمات الجات يا اخواننا، التعليمات الصدرت انه بل بس، ما في اي تراجع، والله ما في تراجع، قدام بس ورب السماء قدام بس، ما في اي عمليه بتاع التراجع. الموقف العمليات على مستوى الخرطوم جايين لكم في اي مكان يا جنجويد، في اي مكان جايين لكم، ما ده سن منكم، ما ده سن، دي مش فصاحتكم اللي كنتوا بتسووا فيها نحن جايين. اها القرعه الليله عوين، عشان نديكم حاجه كمان، خرطوم اثنين خرطوم ثلاثه، ها نحن قرعتنا جايه الخرطوم اثنين والخرطوم ثلاثه، وجايه جوا الطائف وجوا شارع حي المطار وشارع المطار، عشان نوريكم لها بطريقه واضحه كمان، ما في حاجه ده سن منكم. حنبل لكم في اي مكان، جوا حنبل لكم وبرا حنبل لكم. ها؟ مشيتوا جريتوا لموسى هلال. ها؟ انا في عمليه بتاع التواصل مع بعض المصادر الحقيقيه، قال لي الميليشيا بتاعت الجنجبيت قال لقوا استعانوا في محاوله للاتصال بموسى هلال، وموسى هلال رفض انه يتكلم معاهم، وسطوا له واحده من العمد
مشى له لحد المنطقة بتاعته، قال له يا موسى عيالنا بموتوا ونحن محتاجين لعملية بتاعة خروج من بحري. بحري يا سر الهواء. التحية للبراءون والتحية لجهاز الأمن هيئة العمليات تحديدا، تحديدا هيئة العمليات. ديل كلام برا والله، والله كلام برا. الشغل الليلة تم في بحري ده، انتوا براون دايرين تصلوا وين يعني؟ كده سؤال. شغلكم ده ما بيقدر على وجه جديد. وحياة دينه ايمان الناس دي دقوا كده التعليمات جاتهم، قال لهم لا ما بالطريقة دي، دقوا لحد الصافية زبط الصافية تعليمات، قال لهم تعالوا تعالوا وي كده ابردوا شوية، ابردوا ابردوا والله جد، قال لهم ابردوا تعالوا، ما دايرين انكم تمشوا الصافية دي اصلا، قسم الصافية والله العظيم جوا قسم الصافية جات تعليمات، قال لهم اطلعوا ابردوا شوية لحد قسم الصافية. الشغلة دي يا اخواننا في بحري في تقدم وكبير جدا، كبير جدا جدا على مستوى بحري. الحاصل الليلة في شرق النيل، وده الشيء بيفرح الناس، الحاجة بتفرح الناس، الشيء تم الليلة على مستوى شرق النيل. شرق النيل الحاصل فيها شنو؟ طيب يا اخواننا انا شايف الميديا بيتكلموا، لكن انا جايب لك شفت المليشة دي من جوا، مصادرنا من جوا شرق النيل اكدوا لنا المعلومات الحقيقية. اول حاجة في شرق النيل الليلة في اشتباكات ثقيلة جدا جدا بين المليشة بعضها البعض. انا عادتنا ما قاعدين نتكلم عن ذكر اسم القبائل تحسبا وتجنبا لتفاصيل كثيره جدا جدا، ما دارين نذكر القبائل، لكن الليله الموت الماتت المليشة على مستوى شرق النيل على حسب المصدر بيتكلم عن انه فوق ال 300 بني ادم ديل الليله في عمليه بتاعت اشتباكات داخليه بين المليشة بعضها البعض في منطقه شرق النيل، في الحاجوسي، في حي النصر، في مناطق كثيره جدا جدا متفرقه الليله حصلت عمليه بتاعت اشتباكات ثقيله جدا جدا. بقول لك فوق ال 300 ديل بيناتهم، السبب كان شنو؟ عشان نوريك انه في داخل الميليشيا ذاتها في يحتسبوا بشر على حساب بشر، في بشر في داخل الميليشيا دي ما محسوبين انه هم شنو، هم بشر ذاته اساسا، هم مهمتهم انه شنو؟ يأمنوا آل البيت، وآل البيت انتوا عارفينكم، آل البيت في داخل الميليشيا في البقية كلهم هم عبارة عن ناس يأمنوا آل البيت في داخل ميليشيات الجنجويد اللي هم المهرية، آل دقل، عيال دقل وأقربائهم والناس المحيطين بهم. المشكله بدت من هنا، قال لهم يا اخي انتوا واحد من الجماعه دي طلع قال لهم يا اخي انتوا ليش ما بتقاتلوا معانا؟ ناسكم ما قاعدين جوا العمارات وبيودونا نحن بيسوونا للتهلكه والليل كلكم الناس، في ناس شاهدت الفيديو بتاع الواد من الفلاتي من اهلنا الفلاته، واحد جنجويتي يعني، احنا لما نذكر اسم الفلاته، فلاته ما جنجويت كلهم، لكن الجنجويت من قبيله الفلاته من تلس الموجودين الان على مستوى ميليشيات الجنجويت ليلة طلع بكورك الكلام ده، قلنا في بداية المعركة طلعت أنا واحد من الناس قلت لكم الميليشيا دي في النهاية بتقدر بيكم وقال دقلوا بيقدروا بيكم، وقد صدقت فيما قلت. بيخشموا الليلة ذكر قال إنه قتلوا لنا 10، حيقتلوكم كلكم لأنه أنتوا بالنسبة لهم ما بشر، أنتوا أقسم بالله العظيم أنا أقول لكم أنتوا بالنسبة لهم ما بشر. الفلات الليلة أولاد تلس الليلة فيهم واحد، أنتوا عارفين القتلوا ده، نوريكم القتلوا، ما قتلوا منه، قتلوا الجماعة القريبين من أولاد دقل والقاعدين المستلمين العمارة في المنطقة بتاعت حي النص، ديل هم اللي قتلوه، شالوا سلاحه وشالوا عربيته، ما أنتوا عارفين؟ أنتوا ما عارفين؟ حصلت عملية بتاعت اشتباكات ثقيلة جدا جدا، طلع أنت بتكورك ليه؟ ما زمان قلنا لك الميليشيا دي حتغدر بيكم والآن غدرت بيكم، خلي ده الجنوبيين، في كم جنوبي؟ ها؟ في كم جنوبي موجود؟ ونحن لما نتكلم بنحترم شعب الجنوب، لكن أنا بقول ليه؟ الداعم لميليشيات الجنجويد وما زال داعم لميليشيات الجنجويد. الزول بكرشة كبيرة. عنده كم؟ مدخل كم الجنوب؟ مدخل كم وكم من الجنوب الليلة موجودين عندنا؟ موجودين على مستوى مقبوضين، مجموعات كبيرة جدا جدا مقبوضة. الليلة الجنوبيين اتبلوا بل ما طبيعي في داخل ميليشيات الجنجويد. جغمون منه أولاد إكس. المسيرية الجنجويت من قبيلة المسيرية، والمسيرية دي ما كلها جنجويت، الناس لازم تعرف الحاجة. الجنجويت من قبيلة المسيرية اللي الموجودين معاهم شوية صعاليك من آل دقلو لموا الليلة في الجنوبيين وحاط الله. طبعا في ناس بيحاولوا يصوروا لك الحاجة دي انه ده ديل الاستخبارات العسكرية بتاعت ميليشيات الجنجويت، نو شغل قبلي عديل يا زول، انت ازرق ذاته ونحن ذاته ما دايرينك. لا قال لهم انا البندق دي فكيت طلقه وقتل اثناء واحد من الجماعه دي لك اهل البيت، كيف تقتلوا؟
كيف تقتلوا؟ ما انتوا قاعدين تقتلوا في الجنوبيين ده كل يوم، ها جنوبيين جوا الميليشيا دي ما كل يوم قاعدين تقتلوا فيهم. لكن الليله لما حصلت الاشتباكات ردخوهم لك جنوبيين، قاموا ردخوا لك الجماعه دي ردخ ثقيل في شرق النيل، بلوم بل بل زي البل في شرق النيل. قاموا طوالي دي بعمليه بتاعت رد، ردوا دقوا في الجنوبيين التابعين لميليشيات الجنجوي، دقوهم ردخوهم لك ردخ ثقيل، جرحاهم ده وحصلوهم يا اخواننا في الدفارات جقموهم. والله انا بكلم فيني مصدر موجود قال لي الناس دي وصلوا معاهم لحد المستشفى، اي ذول جريح لموا فوقه جقموه، اي جريح تابع لجق خليه يجقمون جق ده يا هم يا ابكرش. عموما الناس لازم تعرف تماما انه الاشتباكات ثقيله، ربنا يجعل كيدهم في نحرهم يا ودود، في بعضهم البعض على مستوى شرق النيل، الموت بالمئات، الموت بالمئات، لدرجه انه بيقطعوا بناجوا في قائد الميليشيا والجقلوا الا لعنه الله عليه اينما حلها بينادوا فوقه. دي حاجه لازم الناس تعرفها. والجيش جايهم اشتبقوا ما اشتبقوا في الجيش برضو جايهم، الباقي فوقهم ده بس يا هو ذاته قلقاك، ها قلقاك اسمه قلقاك، ده اسم بتاع المستشار بتاع الجنوب ده اسمه قلقاك، ده هاي فهمتني انت. جايهم الجيش جايهم، ما دار الكلام ده يا اخوان العربي ده واضح، الجيش جايكم. وانا ذاتي بتمنى انه قوات المسلحه دي تمشي تمسك لنا من الجماعه ديل من الجنوبيين ديل الما عرضوهم زمان احتراما لتفاصيل كثيره، ان احنا دايرينهم الان امسكوا لنا منهم احياء والروم، طلعوهم في تلفزيون السودان زي ما طلعتوا قبلهم مجموعات كبيره جدا جدا، طلعوهم. ده بما يخص الخرطه محور المصفه يا اخواننا فوق الشغل، قالوا الناس ما تطلع، والله جد وانا ما حقدر اطلع، محور المصفه فيه شغل ما دايرين نطلع. نخش على السريع الفتوحات الليله على مستوى منطقه سنار وجايين لي مدني. الليله كل الشغل التم ده، اول حاجه جبل المويه وفانجوغا والمناطق دي كلها، والسوق خارج الخدمه، السوق خارج تحييد بمعنى حصار السوق ده اللي حصل الليله. ثلاثه مواقع تم تحريرها من ايادي ميليشيات الجنجوي، بالاضافه لشنو؟ بإضافة منطقه السوق الان خارج الخدمه اللي هو عمليه بتاعه حصار السوق. يعني باقي الليله اليوم ده لحد بكره ما في حي يقول لك داسنا منكم ثاني، السوق جوا وبالدندر وسنجا، الثلاثه دي باذن الله سبحانه وتعالى يتم تحريرها زي ما تم تحرير المنطقه بتاع جبل مويه. جبل مويه يا اخواننا الان كاكي اخضر كده، جيش ثقيل على مستوى المنطقه بتاع جبل مويه، جيش ثقيل في منطقه جبل مويه، وده الموقع الاستراتيجي اللي اساسا منه بيتم تحرير الجزيره، بيتم دخول مدني، بيتم دخول كل المناطق اخواننا اللي فيها ميليشيا بتاع جنجويد على مستوى الغوره كلها، حيتم الدخول عبر من وين؟ من النقطة بتاعت جبل مويه، جبل مويه ده مدني راس، وزي ما قلنا لكم الآن هو مدني دي مخطوطة كده في كفة بتاعت الفريد، دخول أصبح مسألة بتاعت وكيل. الليلة الخطوة في تحرير مدني، الخطوة الأولى في عملية بتاعت تحرير مدني، الاستلام التام الليلة للمنطقة بتاعت جبل مويه، والله العظيم أنا بقول لك بالواضح ولا داسة منك، أقسم بالله العظيم، الخطوة في تحرير، اسمع الكلام ده كويس، الخطوه في عمليه بتاع التحرير المدني الاولى تمت الليله والله بتحرير جبل مويه، تمت الليله اليوم ده بتحرير جبل مويه، بمعنى انه 200 وكيف دي الجيش بيعرفها، لكن الخطوه الاولى تمت، والطريق لحد الصباح هيتفتح ده اذا ما سمحتوا الصباح انه تم تحرير السوكي وتم تحرير الدندر وتم تحرير المناطق دي وتم دخول مدني، ده اذا ما انتوا الصباح قمتوا من الصباح سمحتوا الكلام ده. فانا اتوقع تماما وبوعدكم انه الانتصارات يا اخواننا، التقدمات والفتوحات الحاصله دي ما في اي طريق وما في اي حاجه بتوقفها، الجيش ده ماضي بخطه ثابته، لا بسمع لكلامي انا، لا بسمع لكلام فلان، لا بسمع لكلام علان، الجيش ده عنده خطه استراتيجيه بيطبق فوقها على ارض الواقع ماشي بيها، الان ماشي فيها وبيطبق فوقها بحذافيرها، ما تسمع الكلام الفارغ ده. الجيش ده اخواننا عنده خطه معينه الان شغال فوق عمليه بتاع التطبيق على ارض الواقع، تتذكر يوم من الايام نحن الناس كلها طلعت بتكورك وبتدق، الجيش بيسمع، شفت ما قاعد يسمع، عادي ما قاعد يسمع، لكن الان بيطبق في حاجه هو عارف تماما انه شغال على شنو ومتقدم، متقدم بمعنى انه حيبل النام ده، بل الناس ما تنوم ذاته ما تنوم شغال فوقهم، عشان كده المنطقه دي المنطقه بتاع جبل مويه دي الفتوحات الحقيقيه لعمليه بتاع التحرير المدني. وجايين ليه مدني؟ مدني دي جايين ليها بطريقه واضحه، كيكل كيكل انا من مصادر ما سمعت انه كيكل ده اخواننا شغال يجيب لي بيجاي حلقت مجت عليك شنبك، والله حلقت شنبك عملت الهنايه ذاته من عمل ليك بل بالشطه
بالواضح بالشطة بالدكوة بكله فهمت؟ حتدعم لك. فالمسألة مسألة أيام لحد ما تكون المعاملة كيف. وكيف الدعم من الناس اللي أساسا كتار طالبينه، كتار جدا طالبينه، دارينه شنو يستلمون خطوة، لكن أمرك بيجي. طيب يا أخوانا، الحاجة الثانية والمهمة شديد، الناس لازم تعرف تماما إنه الليلة على مستوى الفاشر. أول حاجة بحمد الله سبحانه وتعالى وبفضل الله وبفضل إخواننا في المشتركة مع القوات المسلحة، استطاعت القوة المشتركة الليلة يعني تخلق عملية بتاعت هدوء حقيقة على مستوى الفاشر، رغم إنه في الصباح كانت في عملية بتاعت تدوين بسيط كده، لكن القوة المشتركة استطاعت إنها تحيد مع القوات المسلحة، تحيد المدفع اللي كان بيدون على مستوى الفاشر. والحمد لله رب العالمين، أنا ممكن من قبل أكثر من 4 يوم ما قدرت أسمع لي صوت ذل من الفاشر، الليلة اتكلمت الفاشر بحمد الله، وكمان فيديو كول مع واحد من الأخوان، ربنا يحفظهم وربنا يديهم الصحة والعافية. المنطقة بتاعت الفاشر استطاعت أن القوة دخلت المنطقة بتاعت الفاشر تأمن تأمين كويس جدا، وقدروا تماما أنه المحور الجنوبي اللي بيتكلموا عنه الناس أنه أكثر المحاور يا أخواننا فوق عملية بتاعت الدخول من قبل الميليشيا، القوات المسلحة مع القوة المشتركة استطاعت أنها تغلق المحور ده وتطرد الميليشيا طريق قوية جدا جدا وتطلعهم في المحور ده. تحديدا حصلت عملية بتاعت معارك يوم أمس وصبيحة أمس، حصلت عملية بتاعت معارك تقيلة جدا جدا، استطاعت القوة المشتركة مع القوات المسلحة تكبت العدو خسائر كبيرة جدا جدا وتستلم منه عربات حية، ده على مستوى المحور ده. الليلة الميليشيا بتاعت الجنجويت يا أخوانا تسحب مجموعات كبيرة جدا جدا من الناس الموجودين على مستوى المنطقة بتاعت مليط، من منطقة مليط والمنطقة بتاعتنا لعملية بتاعت دعم اسناد الجنجويدنا الموجودين على مستوى الفاشر على مستوى المحور الجنوبي. لكن والله الحمد لله رب العالمين، قبل ما يصل قطع الطريق والمشتركة جقمتهم جقم واستلمت منهم ما استلمت. المحور ده يا أخواننا من كاد، المحور بتاع الطينة مؤمن، محور الطينة مؤمن وفوق قوات من كاد، المحور ده لحد ما تخش جوه. والدليل على ذلك انه الإغاثة بتاعت اليوئين دخلت لحد الفاشر قبل كم يوم دي من المحور الجاي من كاد. لكن المحور بتاع أدري ده المشكلة الأكيدة اللي الآن بتستخدم ميليشيات الجنجويد في دخوله، وأنا بشركم مجموعة كبيرة جدا جدا دخلت من ميليشيات الجنجويد بعربات من كاب لاتجاه الجنينة على أساس إنه دايرين يطلعوا منه يطلعوا أسره، ومجموعات كبيرة جدا جدا من بعض الأسر بتاعت الميليشيا الآن تطلع من بعض القرى يا أخواننا سهابا لكاب، والناس قد تكون شاهدت الفيديو. الشغلة دي يا أخواننا انبشكت وانتهت عديل. الليلة أخوانكم في غربي دارفور المحور بتاع الكلبس والمناطق دي جقموا المليشة جقم تقيل جدا واستلموا منهم مدرعة إيمالانية، فاهمين؟ مدرعة تابعة لدويلة الشر، المدرعة تندرة موز، مدرعة تندرة عربية تندرة تابعة لدويلة الشر فوق أجهزة بتاع التشويش بيت حي استلموا منهم الآن موجود عندهم. ده على مستوى المنطقة بتاعت المحور بتاع كولبوس. عموما الناس تعرف تماما انه الميليشيا لما انضغطت، الكلام ده انا بقوله لكم، الناس تعمل شير ولايك في كل الجروبات، الميليشيا لما خلاص انضغطت يا اخواننا، انا الكلام ده يعني سمعته من بعض الاخوان لكن ما كنت بصدقه، لكن اتصلت عملت اتصالات على اساس انه اتاكد هل اخواننا الكلام ده، بالفعل جاني تاكيد من ناس قريبين جدا جدا لموسيلان، من ناس قريبين جدا أولاد ده قالوا حاولوا في عملية بتاع التواصل مع موسهلال طبعا عشان لأنه موقفه كان واضح من بداية الحرب دي وقال كلامه، كانوا هم في عملية بتاع محاولة اغتيال وتفاصيل دي، فقاموا الحاجة اللي أنا عرفتها إنه قالوا لهم رفض التواصل، قاموا رسلوا له زول عديل يا جماعة، رسلوا زول عديل واحد من القبيلة قبيلة عمدة ولا شنو، رسلوا له لحد ما مشى قاعد معه دايرين إنه يتوسط له. والله العظيم أنا الكلام ده يا أخواننا ما كلام ميديا ولا كلام الفارغ اللي بيقوله ده، الكلام ده كلام حقيقي والله، مشلع عديل قاعد معه على أساس إنه يتوسط، التوسط لمنو؟ التوسط لقيادة القوات المسلحة بإنه تحصل عملية بتاعت أنا قبل اليوم قلنا لكم، أنتوا قاعدين الكلام اللي إحنا قاعدين نقوله ده صحيح؟ ما قلنا إنه في قيادات من ميليشيات الجنجويت موجودة على مستوى بحري في عملية بتاعت حصار؟ والله العظيم الكلام ده حقيقي، وتحديدا هم بيقصدوا جزئية معينة إنه الناس الموجودين عملية بتاعت خروج آمن، إنه دايرين
هم ما عكسنا بثقة انهم يعني ديل اولاد القريبين اللقر، لا لا ما قريبين اللقر، هم يتكلموا معه على اساس انه توسط لخروجهم باعتبار انهم بيقربوا له كشيخ موسى هلال. والله العظيم يا اخوان انا بقول لكم الكلام ده حقيقي. فقال لهم شنو؟ قال لهم اسمعوا هنا، زمان كلمتكم قلت لكم عيال دقلوا بسقطوا حجركم، الكلام ده قالوا عيال دقلوا بسقطوا حجركم. قال لهم زي ده اني لا بتوسط ولا بعمل على الاطلاق، تاكلوا ناركم. لما قال لهم طلعت وقلت لكم انه انا داعم للدوله وموقفي مع الدوله وعمري ما حقيت ضد الدوله، هاجمتوني وحاولتوا تقتلوني، رسلتوا لي ظلم من جد من جد، رسلتوا لي واحد انه يجي يقتلني، لكن بقدره الله سبحانه وتعالى الحمد لله قدرنا نكشف وتحقق معاه وتم التحقيق معاه عديل كده. اسمع كلامي كويس، تم التحقيق معاه عديل كده بفيديوهات مصوره قاعده انه تم التحقيق معاه على اساس انه هو اكد قال يا اخي انا مرسل من قبل منه؟ من قبل عبد الرحيم دقل. عديك قال انا مرسل من قبل عبد الرحيم دقل. قال لهم خلاص لما انزنقتوا الان جايين دايرين تقولوا انه نجيب؟ قال لهم ثاني ما عندي لكم حاجه. وحتى قال لهم لو انا مشيت اتكلمت مع قياده الدوله مع البرهان ذاته، البرهان ذاته ممكن يعتبرني انا ذاتي خاين ويقول انه انا ذاتي داير اجيك مع منو؟ نجيب مع الميليشيا، عشان قال لهم انه ذاته ما حيسمع كلامي بعد اليوم ده. فالمساله دي قال لهم امرها اتحسن. فده بياكد لك تماما الانهيار الكبير اللي انهارته الميليشيا بتاعت الجنجويت، وانهم الان بيفتشوا لهم العمليه. شوف ما في اي طريقه لعمليه بتاعت ايقاف المعارك دي، لكن ودي اهم جزئيه وانا داير الناس تركز عشان تسمع الكلام اللي انا هقوله ده بطريقه، ونوري الناس طريقه المخرج من الحاجات دي شنو. يا اخواننا الناس تعمل شير وتركز معي كويس الكلام ده. طيب تتذكروا في بدايه المعركه لما القوات المسلحه في فتره من الفترات كل ما تتحرك بتجي عمليه بتاعت ضغوطات دوليه على قيادة القوات المسلحة بأنها ما تتحرك، وتحصل عملية بتاعت شنو؟ تحصل عملية بتاعت إيقاف حرب أو إيقاف للحرب لمدة بتاعت 3 يوم 4 يوم 5 يوم، بتحصل الحاجة دي. وبتتذكر كل ما تحاول القوات المسلحة في عملية بتاعت إنها تتخطى أو تتقدم بتجي الحاجة دي. الكلام ده الناس بتتذكره صح؟ هدنة، بيقول لك دي هدنة 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 هدنة، صح ولا ما صح؟ طيب الآن القوات المسلحة استطاعت إنها تجيب السلاح وتجيب كل التفاصيل اللي كانت ناقصاها وانها تتقدم الان، والان متقدمه في كل المحاور، الان متقدمه كل الناس شايفه الحاجه دي. طيب الميليشيا الان بتتوسط داخليا زي الشيخ موسى زي موسى هلال، وخارجيا الان كلكم بتسمعوا بانه الاتحاد الافريقي والدعوه للاتحاد الافريقي والمبعوث الامريكي وخطوره الكلام اللي قاله المبعوث الامريكي الليله اليوم، وانا جاي دار اتكلم في الجزئيه دي عشان اوري الناس المؤامره وخيوط المؤامره واللي قاعد يحصل. اول حاجه الليله المبعوث الامريكي اتكلم في صرح تصريحات كده غريبه جدا جدا يوم امس، اتكلم في اطار انه الدعوه للاتحاد الافريقي بعمليه بتاع دخول قوات امميه في داخل السودان. طيب معروف انه الاتحاد الافريقي طيله الفتره الزمنيه المضت دي كلها في داخل دارفور كانت في عمليه بتاع قوات امميه تفوق الكم 60,000 على مستوى ولايات دارفور اللي هي قوات اليو ان، كل الناس بتعرف، وانا زرت معسكرات وشفت بعيني. طيب هل المعسكرات دي كانت بتحمي انسان دارفور؟ لا. كانت شغاله في عمليه بتاعت حمايه؟ لا. كانت شغاله شنو؟ كانت بتحمي المصالح الخارجيه الموجوده على مستوى شنو؟ على مستوى السودان اللي هي قوات اليوناميت. من ضمنها من اكبر المعسكرات اللي كانت موجوده معسكر اسمه معسكر رواندا. القوات دي من شتى الدول الافريقيه، من اكثر من 22 دوله على مستوى افريقيا، اكبرها كانت انذاك في داخل السودان دولتين، رواندا والكونغو، رواندا والكونغو، رغم المشاكل اللي كانت حاصله في الكونغو. طيب ما كانت بتحمي الانسان السوداني، بل كانت بتساعد على شنو؟ على انه تحمي المصالح، بل بتأجج في الصراعات في على مستوى دارفور لتبيع السلاح، عشان الشركات الكبرى العالمية تبيع السلاح. القوات المسلحة آنذاك وحركات الكفاح المسلح في الفترة ديك لما كانت القوات بتاعت اليوناميت موجودة كانت بتأجج في عمليات الصراع عبر هجوم لبعض أفرادها في مواقع معينة على أساس أنه تكون في عمليات بتاعت رد. الحاجة دي كانت بتعمل شنو؟ بتعمل على إنتاج أكبر قدر أو يعني بيع أكبر كمية من الأسلحة على مستوى المحورين، بمعنى انه نفس الزول بيبيع للقوات المسلحه انذاك السلاح، نفس الزول نفس الشركات اللي كانت بتبيع للحركات المسلحه انذاك حركات الكفاح المسلحه السلاح.
دي واحدة من الوصايا الحقيقية دخل بها الزريعة دخل بها. الحاجة الثانية اللي هي المصالح شنو في دارفور، شنو من المصالح الموجودة على مستوى دارفور كانت بتعميها قوات المنهلين. طيب أول حاجة كانت فيه ولا زالت، والمطارات الآن اللي بتستخدم الميليشيا تحت الجنجويز سواء كان على مستوى نيالا المناطق على مستوى شمال دارفور على مستوى مواقع كثيرة جدا جدا موجودة لحد اللحظة كانت بتستخدمها قوات اليوناميت داخل الدولة السودانية عشان تسرق بها الموارد. وجبل عامر ده ما كان شغال من الليل والأمس، جبل عامر ده كان شغال منذ كان شغال، نسبة الذهب اللي كان بيهرب عبر القوات بتاعت اليوناميت كان كبير جدا جدا آنذاك. طيب الناس فهمت تماما انه وجود القوات الأممية اللي كانت موجودة قوات اليوناميت هي عبارة عن قوات بتحمل مصالح الخارجية وبتأجج الصراع على اساس انه الشركات الكبيرة بتاعت الأسلحة تبيع اكبر قدر من من الاسلحه للاطراف المتقاتله. لك التحيه محمد وكلامك جميل جدا. فعلا الجنجويت انهاره والجيش متقدم في كل الجبهات في كل يوم. الحمد لله هذا من فضل ربي وهذا من دعوات المظلومين والمأسورين. ما في اي خروج امن لجنجويت، جنجويت بعد خلاص الجيش ادهم كل فرص ممكنه انكم تستسلموا او تخطوا سلاحكم وتجوا تنموا لغواط الشباب المصلى، لكن انتوا كنت في مركز بتاع القوة وصدقت انكم خلاص عاوزين تحكم السودان او تستلم السودان، وكلام ده ما حصل. والان آية قلبت تتبلى، بس بعد ما في اي مفاوضات ما في اي خروج امن. الجنوبين دي دقسوا كله مرتزق يتبلى، بس مرتزق واحد بس من جنوب السودان من تشات ليبيا افريقيا الوسطى كله مرتزق وما اني لهم حاجة يتبلوا كده. الباقي ده جيش يمشي يتمه. بس كل تحية للجيش في محور بتاع سنار والف مبروك باستلام او استرجاع منطقة جبل موية، وإن شاء الله مناطق كثير جدا هترجع وكل يوم ناس تتفاجئ بحاجة جديدة. كل تحية للجيش والمشتركة في محور بتاع دارفور. السهرة دي إن شاء الله مقفلة بالطبلة وما في أي دعم يجي يخش لجنجويت دي، والناس اللي في المليت دي لك بطلوا فازة والمشتركة كله شغال تقدم نحو المليت. إن شاء الله منطقة ديك هتتأمن وتتنظف من الجنجويت دي. الأهداف الرئيسية بتاع المشتركة الآن هو منطقة زروق لازم ترجع وولاية غرب دارفور، يعني باقي لها كلها كيلومترات قليلة جدا، كلبس وجبل مون في هدن المشتركة، لكن إن شاء الله غريبة جدا المشتركة جوا الجنينة. المشتركة إن شاء الله تعمل حفلة ختام كبير جدا في الدعين.